اسمه لامدويد سوتشر. اسمه ايه؟ لامدويد سوتشر. التقاء الساجيتال مع اللامدويد في نقطه اسمها لامدا. اسمها ايه؟ لامدا. تمام كده. ايه كمان يهمني هنا؟ وطبعا اللامدا دي كان اسمها بوستيريور فونتانيل. كان اسمها ايه؟ بوستيريور فونتانيل. لو بصيت حضرتك على البارايتال هتلاقي هو شايف ايديا عملت ازاي. حصل ايه؟ بلجنج، مش كده؟ البلجنج ده سميناه ايمينس، ولان الايمينس موجود على البارايتال بون فبقى اسمها بارايتال ايمينس. بس اسمها ايه؟ بارايتال ايمينس. ورا عند على جنب الساجيتال سوتشر زي ما حضراتكم شايفين في فتحه صغيره اهي محوطينها بدايره عشان تشوفها، دي اسمها البارايتال فورامين. اسمها ايه؟ بارايتال فورامين. المفروض على الناحيتين، المفروض على الناحيتين، بس هي ممكن الدهان بتاع السكال نفسه يقفلها. ماشي. تعالوا نشوف بقى الفرونتاليس. الفرونتاليس فيها ايه؟ فيها الفرونتال بون اللي امتدت من الفيرتيكاليز لقدام، بس ظهرت عليها حبه فيتشرز. ايه هي؟ اول حاجه البلجنج اللي فوق دوت اللي بنسميه الفرونتال ايمينس، وبعدين تحتيه في خطين هم سوبر سيلاري ريج، بنسميهم سوبر سيلاري ريج. بنسميهم ايه؟ سوبر سيلاري ريج. اللي يتقابلوا مع بعض في النص ويعملوا لي اليفيشن ثاني هنا بيبقى اسمه ايه؟ جلابيلا. هي الفيتشرز مش واضحه قوي على السكال دي لان شكلها بتاعت فيميل. لو كانت السكال بتاعت ميل هتلاقي الريج ده طالع بيتكلم هو والجلابيلا. تمام. تحت الكلام ده يا جماعه في عظمتين صغيرين هم شايفينهم، اسمهم ايه؟ نيزل بون، سيبريتد عن بعض بخط سوتشر. انتر نيزل سوتشر. وهم نفسهم سيبريتد عن الفرنتال بسوتشر عرضي هنا اللي اسمه ايه؟ الفرنتو نيزل سوتشر. التقاء الفرنتو نيزل ده مع الانتر نيزل في نقطه اسمها النيزيون. نقطه اسمها نيزيون ولا نيزيون. احفظوا السبيلنج عشان بتهبلونا في السبيلنج. الحته دي العاليه دي جلابيلا واللي تحتيها النيزيون. تمام. على جانبي النيزل بون هلاقي فيه فتحتين. مين دولت؟ الاوربت. دولت مين؟ فوق الاوربت في فورامين وتحتيه في واحده ثانيه اهو ده سيم. هنا واحده فوق واحده ثانيه تحت اهي. بقى اسمهم ايه؟ سوبرا اوربيتال وانفرا اوربيتال فورامين. اسمهم ايه؟ سوبرا اوربيتال وانفرا اوربيتال فورامين. تمام. بين الاثنين اوربتس بس على مستوى اقل شويه هلاقي في فتحه ثانيه. دي مين؟ انتيريور نيزل اوبننج. بس انهي فيهم؟ الانتيريور، لان خلي بالكم شايفين دي دي البوستيريور نيزل اوبننج. يعني انا لو حطيت لك السلكه اهي دي هتلاقيها تطلع لك من هنا. ايوه خلاص. ليه؟ لان ده الكافيتي بتاع النوز، فتحته الاماميه هي اللي حضرتك شايفها في النورما فرونتاليس، والخلفيه هتشوفها في البيزالز. ماشي. لان هنا الفارنكس بيفتح هنا يفتح فيه النوز من ورا. تمام. فيبقى اللي قدام حضرتك دي مين؟ الانتيريور نيزل اوبننج. موجود فيها ايه؟ السباين اللي قدام دي اللي اسمها ايه؟ انتيريور نيزل سباين. لان في واحده ثانيه برده ورا اسمها بوستيريور نيزل سباين. تمام. ماشي كده. تحت النيزل اوبننج في البروسيس دي اللي اسمها سوبيريو البولار ارش، محموله على عظمه اسمها ايه؟ المكزيلا. اسمها الايه؟ المكزيلا. المكزيلا دي فيها ايمينس اهي انترولاترالي اسمها كاناين ايمينس. ميديال ليها في ديبريشن اسمه انسايزور فوسطا، ولاترال ليها في ديبريشن كاناين فوسطا. تمام يا جماعه. على جانبي الاوربت في بروجيكشن دي اسمها ايه؟ زيجوماتيك بول. اسمها ايه؟ زيجوماتيك بول. لو بصيتها الزيجوماتيك بول هتلاقي فيها عليها فورامين صغيره قوي. شايفها ايه؟ شايفينها؟ اهي. ماشي. الفورامين دي لانها موجوده في الزيجوماتيك بول بس من ناحيه الفيس، لان الزيجوماتيك بول لها سيرفيس تاني من ورا، فيسموها زيجوماتيكو فيشيال فورامين. يسموها ايه؟ زيجوماتيكو فيشيال. ويطلع منها نيرف شايل نفس الاسم زيجوماتيكو فيشيال نيرف، هتاخدوه في النيرف سبلاي اوف ذا فيس. هي فيها فورامين تاني؟ فيها فورامين فيها ورقه واحده ثانيه ورا اسمها زيجوماتيكو تيمبر.